زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي زاتشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار. الرشا وم الزبوج، الرشا وم الزبوج، الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا في انتاج البصل، والاولى وطنيا في انتاج الثوم، وعندها مكانه مرموقه في انتاج البطاطا وخيرات ربي. ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه. السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا وين جماب الماضي يصفع الاتحادية الجزائرية ويساند الجامعة التونسية لكرة القدم. والسبب هو راكم عارفينه، جماب الماضي قال ماذا بيا لاعبين يروحوا يحترفوا، قالك لولا تونس بلايلي وبونجاح ما كانوش غادي يبانوا، قالك لولا تونس ما يفجروش الطاقه تاعهم. شو كيفاش اكتب اللي ما يمشيش معاهم، ما يمشيش معاهم. زدنا عرفنا ما يمشيش معاهم، ما يمشيش معاهم خاطر على استاذك صالح باي عبوتشا قال لهم قالوا له على لوكا، قال لهم ما على بالناش حنا، انت رئيس اتحاديه وواحد مكلف بالاعلام، ما على بالهمش الى لوكا راه يخدم في كواطو ولا ما راهش يخدم في كواطو، ولا لونتينا هضر معاه ولا ما هضرش معاه. هذه حاجه كارثه، هذه حاجه ما كاش كاع، ما صراش كاع، ما كاش هذه كاع، ما كاش كاع، ما تصورش. انت اش راك دير؟ طيب 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 الشحم انت اش راكم ديروا انتم بالاتحاد؟ ها واخرو ها والله انت ما على بالكش باللي لا لوكا غادي يجي وما يجيش. انتم بصح انتم راكم قاضبين كرة القدم الجزائرية. شفت واحد كاتب لي قال لي يادرا زاتشي يدخل الحبس ولا ما دخلش؟ ودي تاع يادرا هذه ان شاء الله بربي غيقريب تسمعها ودي. انا راني هدرت لك ونعاود لك، السلطة العليا جمدت زاتشي والله ما جات الفيفا، والله يا زاتشي ما يبات ليلة 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 كعشت يا لا. كان اللي قال لك الاعلام ما هدرهاش، الاعلام ما يهدرهاش، الاعلام ما يهدرهاش خاطر على الفيفا راهي مراقبة تشوفك. الفيفا على بالها باللي عين مليلة ما خلصتش. الفيفا انت ليك باغي تتهم عليا؟ الفيفا على بالها باللي عين مليلة، لونترينر راهي سال عين مليلة، الفيفا راهي تعرف عين مليلة وتعرف تاجنات وتعرف مدية وتعرف. راك تشوف الناس علاه ساكته؟ بصح زاتشي خلاو له ستيلو وخلاو له كاشي تاك تاك روح كي نقولك سني سني، خاطر على راك رئيس اتحاديه امام الفيفا، راك رئيس اتحاديه. نقولكم ونعاودها لكم انايا، زاتشي الا كمل تال 2021، الا كمل 2021 زاتشي ما عنده حتى صلاحيات. نقولك شتاهي قلعوا له اللجنه تاع الحكام تاع لي زاربيت، قلعوا له اللجنه تاع المنازعات، وقلعوا له ودار وزادوا له لجنه. والله لا اللي راه قاضب هذه اللجنه نعرفوا غايه الغايه، رئيس هذه اللجنه تاع مكافحه العنف في الملاعب زاد له لجنه. وشكون اللي قاضب هذا الصوالح؟ وزاره الشبيبه والرياضه. الاتحاديه عندها ستيلو وعندها كاشي برك، هذا مكان كي هي كي الرابطه ما يتحكموا في حتى حاجه. عقوبات كلش تروح لوزارة الشبيبة والرياضة، الحكام كاين دار لهم لجنة ما يكاش الحكام تحكم، هما اللي قسموا الحكام وين يروحوا وما يروحوش. نعرفوا حنايا ود عمار بهلول بدون كونكور، بلا اختبارات، بلا كونكور، بلا راه يدير اربيت. واللجنه
نسيتكم فاني كاينه لجنه رئيس الرابطه مازال رئيس ما بين الرابطات رئيس رئيس ما بين الرابطات صاحب الغوتي اما لا فانيك هذاك فانيك راه عطاوه ستيلو كاشي والوزاره هما يتحكموا فساد كبير غير ربي راه داري به فيفا الفيفا راه يتبع الناس يسالتها هذا ومن بعد نوري لك انا هذه تاع وهذاك بوجلال هذاك مي تجي تاكل الطعام قول لي انا هو بوجلال وتعرف مجاهر ارواح نعطيك الطعام بالعسل الحر ندير لك ماعون وحدك ندير لك الطعام بالعسل الحر روح روح قول لباباك ولا الى عندك واحد كبير قول له واحد من جاهر قال لي نعطيك الطعام بالعسل الحر ارواح وساند المدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بالماضي فكرة انتقال لاعبين بلاده للاحتراف في الخارج سواء في أوروبا أو بطولات خليجية أو حتى في البطولة التونسية عكس ما يفكر فيه مسؤولون الاتحادية من اشتكوا بالاتحادية التونسية معتبر أنه لولا الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي لما تم اكتشاف الدوليين يوسف بليلي وبغداد بونجاح على التوالي وين كانت شنا كيفاش كانت الاتحادية الجزائرية وين الاتحادية التونسية مستاءة كثيرا من الخرجة الأخيرة من رئيس الاتحادية وزتشي وين جاء بالماضي يساند ساند الاتحادية التونسية ساند الاتحادية التونسية ضد الاتحادية الجزائرية الغير شرعية خاطش كان يقول لك بلي بالتام يبغوا بعضهم بعض على بالي بلي يبغوا بعضهم بطاش تايا لا ولا يعيطوا له صباح مع العشيه على بالك بلي ها راوي راه ذاك هشام عبود كشف روحه قال لهم والله ما على بالنا قالوا له لوكا قال لهم ما على بالنا قال له جمال بالماضي ما يهدر مع تا واحد راهي بانت اصحاب تاع صباح وعشيه وتتمثل نسبة اللاعبين الجزائريين في البطولة التونسية 22% من عدد الإجمالي للأجانب في البطولة الوطنية حيث يضم نادي الترجي وحده 7 لاعبين كاملين وين زتشي زاد دار مشكلة للاعبين الجزائريين في تونس ها راه وراه رئيس الاتحادية التونسية شا قال لهم قال لهم غادي يولي بالسيف 5 تاع اللعابة التونسيين على الأقل يكونوا في التيرة محطوطين كاش هذه تعملنا ولا مليح وين عبر بالماضي في تصريح مقتضب من عند مساندة لفكرة الاحتراف اللاعبين في الجزائر نحو أندية خليجية أو أوروبية كما أوضح أن الاحتراف في الترجي مكن المنتخب الجزائري من اكتشاف يوسف بليلي وبعض اللاعبين الآخرين مثل ما حصل مع بغداد بونجاح في النجم لذلك أضاف أنه لا يرفض فكرة التحاق اللاعبين الجزائريين بالأندية التونسية ويبدو رد بالماضي قاسيا نوعا ما على الاتحادية الجزائرية التي تبحث فقط عن كيفية إرضاء الشارع الرياضي الجزائري دون البحث عن سبل رفع المستوى والوصول على الأقل إلى نفس المستوى الأندية التونسية والاتحادية التونسية ووقتها سيتمكنون من إقناع اللاعبين بالبقاء وعدم المغادرة حتى ولو اعتمدت الجامعة التونسية قانون اعتبار اللاعبين الجزائري محليين في البطولة التونسية يعني أختو كيفاش قالك وين الرد تاعو كان قاسي على الاتحاديه الجزائريه خاطش عليها جمع بالماضي دول غادي يسقسي ناس يعطي يهدر يعطوه معلومه باللي انت زاتشي ربت ستيلو وراك مسني تروح تعاود تشكي بيهم عقليه تاع دار العجب ولا عقليه تاع دار العجب درتها على بالك عقليه تاع السيلي ما درتها اللي كولار كل واحد يحوس على روحه كنتو خاصني نمر جمال بالماضي جمال بالماضي قال لكم انا جيت سنيت في الجزائر ما سنيتش عندك سنيت للجزائر ما سنيتش عندك انايا اللي با يخدم يخدم ماشي قارعوه في جمال بالماضي خاطر هذاك باين جزائري ويعرف العقليه تاع الجزائر ولا تحسب بلي ما يعقلش يعرف كلش بلي الناس يخازنا موراه بابور زاتشي تاع لافاف زادشي تاع لافاف اللي زادشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار
وما زبوش الرشا وما زبوش الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل والأولى وطنيا في إنتاج الثوم وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي هاهم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه